وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس باوربوينت المستوى الاحترافي. نكمل معكم رسم الخريطة، وطبعا وصلنا إلى الأبواب والشبابيك. طبعا راح نجي نرسم الأبواب والشبابيك على صفحة، راح نجي طبعا ناخذ ممكن أحد هذه الأشكال بهذه الطريقة، وطبعا راح يكون رسم مثلا 1 سنتيمتر اللي هو طبعا مقياس 1 إلى 100، يعني 1 متر هذا راح يكون جيد. وطبعا راح نستنسخه، واستدارة راح يكون بهذا الشكل جيد، ممكن نرسم بهذا الشكل. الآن راح نجي إلى الأقواس، وطبعا راح نرسم هذا القوس اللي هو الأرك، وطبعا راح يكون 2 سنتيمتر القطر ب2 سنتيمتر القطر أيضا جيد. وطبعا راح يكون بهذه الطريقة، هذا هو طبعا الباب هنا راح يكون 0.2، وطبعا راح نخليه بهذه المنطقة طبعا بهذا الشكل. هذا عندنا هو طبعا الباب، راح ناخذ من عنده نسخ. طبعا ممكن انه نسوي له تجميع بهذا الشكل جيد، راح ناخذ نسخ ونخليه بهذه المنطقة. طبعا ممكن انه هذا الخط ينزل قليلا الى الاسفل. طبعا عندنا هذا الخط راح يكون بهذا المقدار، وطبعا هذا الخط راح يكون بهذه المنطقة. هذا هو عندنا طبعا الباب الأول، طبعا ممكن انه الخط ينزل، وهذا الخط راح يكون مع الضغط على مفتاح شيفت طبعا ممكن انه ينسحب الى اليسار. ممتاز، هذا هو الباب الأول. طبعا ممكن انه نغير الألوان، يعني ممكن نختار لون الخط، ممكن نختار لون أسود، أو ممكن أي لون، ممكن نختار اللون الأحمر. وطبعا هذا القوس ممكن يكون باللون الأسود، وطبعا ممكن هذا الخط بسمك أقل، ممكن 1 نقطة، والقوس أيضا راح يكون بوزن 1 نقطة جيد. ممكن أنه هنا نزيد بهذه الطريقة، وطبعا هذا الخط أيضا ممكن يكون باللون الأسود حتى يكون الباب كله أسود. طبعا هذا بعد ممكن ما نحتاجه حتى ناخذ نسخ بهذا الشكل جيد. طبعا عندنا باب بالجهة المقابلة بنفس الطريقة، فقط انه نجري استدارة انعكاس أفقي بهذا الشكل جيد، وطبعا هذا الخط راح يوصل للنهاية جيد. عندنا هذا البابين كملا. عندنا هنا بالمنور عندنا ايضا باب راح ناخذه نسخ، ولكن يحتاج من تنسيق، يحتاج استدارة بهذا الشكل. اعتقد هنا بالمنور الباب هذا راح يكون بهذا الشكل جيد. الان هذا الباب كمل. عندنا هنا باب المطبخ نفسه هذا الباب، فقط يحتاج له انعكاس بهذا الشكل، وطبعا هذا الخط ممكن يكون بهذا المقدار جيد، وطبعا ممكن نزيد هذا الخط. عندنا باب بهذه المنطقة، باب للاستقبال، طبعا ممكن هذا نعمل له استدارة ممكن بهذا الشكل جيد، وطبعا ممكن بهذا المقدار جيد. عندنا ايضا باب للمطبخ بهذه المنطقة، وباب للاستقبال، طبعا ايضا هذا راح نعمل له استدارة، ممكن استدارة انعكاس. وعندنا باب بهذه المنطقة، ممكن استدارة بهذا الشكل. وطبعا تبقى بابين، باب المنور وباب الحمام، طبعا يكون قياس أقل. وأعتقد باب المنور نفس الحجم، طبعا المنور صغير جيد، وطبعا باب الحمام يكون 80 سنتيم أصغر. طبعا هذا الباب راح يكون بهذه المنطقة، وطبعا هذا الضلع راح يصغر جيد. وطبعا عندنا هذا الباب راح يكون بهذه المنطقة، وهذا الضلع راح يكون بهذه المنطقة. طبعا ممكن انه نزيد بهذا الضلع، نشوف تأثر الضلع تأثر من هنا، يعني ممكن انه نزيد بالمساحة، ممكن انه هسه 3.1، ممكن يصير 3.3، ممكن 3.2 بهذا الشكل. ممتاز.
الآن فقط تبقى عندنا الباب الرئيسي. طبعا الباب الرئيسي طبعا ممكن ناخذ نسخ للبابين ونخلي هنا، طبعا ممكن نحددهن ومن تنسيق استدارة، ممكن بهذا الشكل، ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن استدارة أفقية، وطبعا أيضا هذا الجزء ممكن يكون استدارة أفقية أيضا بهذا الشكل. طبعا هذا الخط يكمل للنهاية. جيد، طبعا هذا عندنا الباب الرئيسي. عندنا بعد باب يكون أصغر، طبعا هو نفسه، يا أما نرسم خط أصغر، يعني نرسم الباب بقياسات أصغر، يا أما نصغره باعتبار أنه الرسم تقريبي. طبعا لا ننسى أنه من تنسيق استدارة، وطبعا ممكن استدارة أفقية أيضا، فراح نخليه هنا. طبعا هو المفروض أصغر يكون بهذا الشكل. طبعا ممكن هذا الخط يأتي بهذه المنطقة بهذا الشكل، وطبعا نستنسخه بهذه المنطقة، وأيضا من تنسيق استدارة، وراح يكون بهذا الشكل. طبعا تم إكمال جميع الأبواب، هذا بعد ما راح نحتاجه. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نكتب عناوين الغرف وراح نضيف الأبعاد. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.